السلام عليكم عملاء ديفيجن، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وطيبين. طبعا فيديو اليوم عن التغييرات اللي راح تحصل بتايتل ابديت 6 او التوسعه الثانيه اللي راح تجي ان شاء الله 15 بالشهر. كل التغييرات وشلون راح تصير الاسلحه واللوت، الركبه الاكزوتيك، كل شيء راح اذكر لكم اياه بهذا الفيديو. راح اراويكم نظره مختصره على كل شيء راح يتغير. فخلونا ندخل مباشره نصلب الموضوع. اول شيء راح اراويكم اياه اللي هي الماب، شلون راح يتغير الماب عندكم. طبعا راح يكون الماب بهذا الشكل مثل ما تلاحظون. اي مهمة اي شيء تردونه، مثلا شنو السلاح، اذا تريد سلاح تقدر تحصل سنايبر بهذا المكان، LMG بهذا المكان، مسدس بهاي المنطقة، بهاي المنطقة مثلا عندك المين مشن او المهمة الاساسية هنا تنطيك RK. يعني كل مكان تلقى بيه اللوت الخاص به. هذا المكان اي شيء بهذا المكان ينطيك ويفرن، اي شيء بهذا المكان ينطيك هولستر. طبعا المهمات اللي ضمن المنطقة ما راح يشملها هذا الشيء، لانه المشن اللي موجود يقول لك هذا المشن ينطيك كذا شغلة. مثلا هاي المهمة هنا تنطيك مثل ما تلاحظ ينطيك ينطيك ركبة هنا بهاي المهمة، ينطيك جبال الألب قطع من عدها، هاي المهمة تنطيك أوفرلورد هاي المنطقة، ينطيك رايفلز هنا أيضا، ينطيك رايفل حسب يعني هذا المكان ينطيك. أعتقد هذا كان هذا بادجرتوف هنا، هنا فيست، هنا حقيبة، حسب المكان. كل مكان كل مهمة دا يقول لك شنو راح ينطيك من عدها، شنو تقدر تاخذ حسب اللوت او القطعة اللي انت تحتاجها وتدور عليها راح تلقاها بالماب. كذلك عندك شغلة انه هذا الماب كل فترة يتغير، يعني ما يبقى هذا الماب ثابت كل فترة، يعني اعتقد كل 24 ساعة وكل اسبوع ما اعرف ايش قد الوقت بالتحديد يتغير، تتغير هاي الرموز اللي موجودة هنا، فانت تقدر تختار اللوت اللي انت محتاجه. هذا كان بالنسبة للماب والتغييرات اللي بالماب. خلونا نجي مباشرة للداخل. طبعا الستاش عندنا تغير مثل ما تلاحظون. اول ما تجي الستاش هنا راح تلقى الستاش عندك يقرأ 300 قطعة بدال 150، يعني ضعف العدد. 300 قطعة اعتقد انه هي مناسبة جدا، حتى تقدر تخلي قطع اللي انت تشوفهم يفيدوك او تقدر تستفاد من عندهم. بالنسبة للستاش هنا، بالنسبة للتعديل الريكالبريشن هنا، التعديلات على القطعة مثل ما ذكرت لكم اياها، التعديلات صارت انه تقدر تعدل على اي قطعة وتخلي تغير حتى بالالوان. على سبيل المثال خلينا ناخذ هاي القطعة، تلاحظون انه عندي سكيل هيست سرعة مهارة وعندي ضرر نخبة، فاقدر اغير اي واحد من عندهم. تلاحظون انه هو اساسا كان ضرر نخبة 12، فاقدر اخلي بمكان سكيل باور، اقدر اخلي بمكان الصحة، او اقدر اغيره بقطعة اللوخ بيها فرصة مثلا او ضرر نخبة. على العموم اريد اغير اخليه هيلث مكانه على سبيل المثال، فاختاريت الهيلث، فبس انطيه اكس راح يسوي لي ترانسفير مثل ما تلاحظون. نقل لي هنا بدل الاحمر خليت ازرق، وتقدر طبعا تغيره مرة اللوخ اذا انت تفكر انه تغيره. هذا كان بالنسبة للكمامة، يعني طبعا هذا الشيء ماشي لكل القطع، لكل اللي عندك، لكل القطع اللي موجودة عندك هنا. تقدر تغيره بكريتيكال هيت شانس اعلى، مثلا اذا سلاحك بيه كريتيكال هيت شانس منخفض، بس على العموم الاسلحة ما راح تقدر تغير شيء بيها، هي نفسها باقية هنا. فقط المواهب اللي موجودة عليها ممكن تقدر تغيرها. هذا كان بالنسبة للتعديل بشكل مبسط. طبعا نايا صارت هنا تبيع لك، اول ما تجي عند نايا راح تلقى انه هي تبيع لك البلو برينتس، وتلقى مال المشاركة، مشاركة الموارد اللي عندك ويا الشخصيات الاخرى. يعني عندك اكثر من شخصية تريد تشارك الموارد بيناتهم، تقدر تشتري المخطط من هنا وتستخدمه، تبدي تشارك بملفاتك. طبعا التصنيع صار ارخص، تقدر يعني ابجريد، تقدر تطور المنصة مالتك، حتى تكلفة التصنيع صارت اقل.
صار عندنا تغييرات بالستاش بالجنطه الانفنتوري عفوا. اول ما تدخل مثل ما تلاحظون الانفنتوري صار عندك اختلاف بانه تلاحظ هنا منطيك السلاح المميز اللي عندك اللي تستخدم ايش قد الضرر الار بي ام مالته. بعدين هنا تشوف الدروع ايش قد عندك دروع، الصحه ايش قد عندك صحه وسكيل باور والمهارات اللي انت دا تستخدمهم وايش قد بيهم. لانه تدري اكو مودات، تعرفون انه اكو مودات بيها المود ضمن قوه المهاره تلقى بيه يعني قوه مهاره لنوع من المهارات، يعني لنوع خاص من المهارات، مثلا النبضه او الكيم لانشر او السيكر مين تلقى. فهذا الشيء راح يغير هاي الارقام اللي موجوده هنا، ممكن تلقاها مو نفس الشيء مثلا. فعلى العموم السكيل باور مالتك هنا ظاهر عندك، دا اشوف شيء ممتاز جدا. التصميم يعني افضل من قبل، دا ينطيك معلومات اكثر. هنا منطيك الجير اللي عندك، كم قطعة عندك انت بالجنطة حاليا. عندي 76 قطعة. المودات اللي عندي، هاي المودات مثل ما تلاحظون من كل نوع حاطين مجموعة مودات. خلينا نشوف. طبعا هذا البي في بي، للبي في بي طبعا راح يتغير الستاتس عندك الارمور والش اسمه، بعد ما راح يكون اكو فرق كبير جدا لما تغير من بين البي في بي والاعتيادي، يعني بين خلينا نقول نظام المساواة راح ينلغي تقريبا، فما راح يبقى شيء. هنا تقدر تباوع تشوف المواهب اللي عندك اللي دا تشتغل، الشغلات كل شيء تقدر تلاحظ بالتفصيل بشكل مبسط بشكل اسهل. ايش قد عندك فرصة الاسلحة مالتك، ايش قد عندك مهارات هجومية، الدروع اللي عندك، تقدر تشوف كل شيء بشكل مفصل. اعتقد انه صار افضل واسهل حاليا. هذا كان بالنسبة للواجهة المستخدم. بالنسبة للقطع طبعا خلي اذكركم كم قطعة. القطع الخضر البلدات الاخضر سواء كانت اللي تصنعها مثل الهاردوير، هذا مثل الباتريوت وهاي الامور كلها، راح تلقى انه بيها مهارات مثل ما تلاحظون، راح تجي وياها مهارات. مثلا هاي القطعة وياها مهارة فايتل اللي تنطيك 25% صحة. تلاحظون هاي المهارات تجي بالفيست ويا البلدات الاخضر اللي راح تبدي تظهر لنا هاي الامور بعد التحديث او بعد التوسعة. كذلك الجنطة ايضا راح تحتوي على هذا الشيء. فقط الجنطة والفيست راح يحتوون على مهارات. طبعا هنا المهارات هي فقط مهارات او المواهب اللي موجودة هي فقط باسيف، يعني ممكن تجي بها اكتف تالنت ايضا. على العموم خلونا نشوف التحديث ونفرم على قطع افضل من هاي اللي موجودة حاليا هنا. هذا كان بالنسبة للقطع. كذلك القطع عفوا هنا خلي اذكركم شغلة الاخ، القطع الخضراء كان لازم تستخدم 6 قطع حتى تحصل المواهب من عدها. حاليا غيروها صارت انه انت فقط من 4 قطع تقدر تستخدم. تلاحظ انه عندك عندك هنا 6 منطقة هنا عفوا قطعتين ينطيك 10% دروع، 10% ينطيك دروع، 3 قطع ينطيك العلم، والأربع قطع ينطيك العلم الكامل. بعد ما تحتاج تخلي 6 قطع من هذا البلد حتى تحصل. طبعا هذا ماشي لكل البلدات اللي موجودة. طبعا غيروا شغلات هنا، مثلا شالوا من الأيسس، من البلد الأيسس شالوا الوابن هاندلينج. لما كنت تخلي قطعتين ينطيك 20% مهارة تعامل مع السلاح، انا كنت استخدم هذا الشيء بشكل كبير بلد الريد مالتي، مع الاسف شالوه هسه. ما كنت تلاحظون من تخلي قطعتين مباشرة ينطيك ضرر قناص، وبعدين يبدي ينطيك المواهب الخاصة بالايسز. نيجيشر ديلما هذا ايضا شالوا 20% او 30% الصحة لما تخلي 3 قطع من عنده، كان ينطيك 30% صحة، شالوها ايضا. يعني غيروا بالمهارات، شالوا من عندها كم مهارة. اعتقد يعني خلونا نجربهم باللعبة الكاملة ونشوف شنو الفرق. كذلك المواهب اللي موجودة عدلوا على المواهب مثل ما ذكرت لكم اياها بفيديوهات سابقة. تلاحظون انه هاي المهارة الهاردند كانت 10% حاليا، بعد التحديث راح تكون مثل ما تلاحظون هنا 20%. بالنسبة للفايتل ايضا كانت 20% صارت 25%.
هنا سووا تخفيض للأون ذا روب 15% صار بدل 25. تلاحظون هنا الهارد هيتينج، موهبة الهارد هيتينج صارت 25% ضرر نخبة بدل من 10% كانت، غيروها. لكن غيروا طريقة عمل المواهب، يعني طريقة عمل المواهب غيروها، اي انه تلاحظون هنا هاي الموهبة، موهبة التفجير ايش قد تنطيني؟ تنطيني 40% ضرر انفجار. اوكي، ينطيني 40% ضرر انفجار. انا كم وحدة مخلي؟ 1 2 3. تلاحظون انه 6 مكانات عندي موهبة ضرر الانفجار. لكن لما تجي خلي اراويكم ال خلي اراويكم ال item details view status، خلي اراويكم هنا ضرر الانفجار ايش قد عندي دا يقرا. ماكس هيلث، شوك ريزيستنس، كول داون. تلاحظون انه اكسبلوسيف دامج، خلينا نشوف وين الموهبة هاي. انه الفرق انه هاي الموهبة، المواهب ما راح تسوي ستاك، يعني 40% هاي فقط هي 40%، ما راح تزداد. يعني انا مخلي 6 مو معناه انه هذا راح يكون 6 على 40 واحسب حسابك ايش قد راح يكون ضرر انفجار. ما راح يكونون ستاك، راح يحسب لك فقط 40%. مشكلة مدى ألقى هنا stability reload speed، المواهب اللي موجودة عندي gear talent. تلاحظون انه هاي المواهب اللي موجودة هنا فقط 40% اقدر احصل من عندها، ما راح اقدر احصل من عندها ازيد، لانه ما راح تسوي stack، يعني ما راح يتركبون ناس على ناس، فراح استفاد فقط من وحدة من عندهم. هاي الخمسة البقية ما راح يفيدوني بأي شيء. هذا بالنسبة لواجهة المستخدم. طبعا الفرق بين الكوستن بي 416 والإيجل بير سلاح الإكزوتيك مثل ما تلاحظون 15000، يعني 15000.5 بالنسبة للكوستن بي، بالنسبة للإيجل 16.7. أعتقد إنه الفرق تقريبا 1100 يمكن الفرق بيناتهم، فهذا الرقم جدا بسيط صار. يعني اعتقد الايجل بير صار سلاح، يعني سلاح عادي. الكوستم بي 416 ممكن يكون منافس قوي جدا لهذا السلاح راح يكون. لكن مغيرين التالنت، طبعا المواهب مغيريها، انه الاكيوريسي عندك، الاكيوريسي عندك دي يزداد 100%، عندك الهيد شوت ينطيك 100%، ريلود سبيد 50%، ضرر اضافي، والتنستي باف لمدة 10 ثواني، وعندك التنستي ايضا الموهبة نفسها هنا التنستي 40 الى 80، من الضرر اللي انت تحصله راح يخفض اذا قتلت كم. المشكلة انه هنا كانت قبل كانت 5، قبل كانت 5 اعداء، لو قتلت هسه سووا 3، انه يروح الضرر اللي انت حصلته بالكامل، ما راح تحصل اي ضرر. انا اشوف هذا الشيء غير مفيد جدا بالنسبه للايجل بير، لانه الصراحه السلاح هنا هاي الموهبه اللي انت تحتاجها للبي في بي. طبعا للبي في اي اوكي، هاي الموهبه جيده جدا، التنسيتي تكون مفيده، لكن بالنسبه للاونلاين صارت ما يستاهل حتى تتعب وتحصله وتلعب الريد وتدوخ نفسك نهائيا، لانه صار سلاح عادي. البي كوستم بي 416 وتكون وياها مواهب، يعني يكون وياها مواهب قويه، اعتقد انه يكون اقوى من الكوستم، عفوا يكون اقوى من السلاح النسر، لانه هاي الموهبه حتى تريد انت تشغل هاي الموهبه لازم تقتل خصم باصابه راس حتى تحصل هذا الشيء. وبالبي في بي ما اعتقد انه اكو تركيز كبير جدا على الهيد شوت بالنسبة لجماعة الكونسول. بالنسبة لجماعة البي سي اعتقد ممكن، لكن بالنسبة للكونسول صعب جدا. على العموم هذا الفرق كان بالنسبة للايجل بير اللي لاحظته هنا. عندنا الهولستر، عفوا عندنا الركبة الاكزوتيك،
هاي هي الركبة الاكزوتيك اللي راح تنزل بالتحديث القادم ان شاء الله. راح انزلكم بيه فيديو كامل شلون تحصلوه وشلون الطريقة اول ما ينزل. تلاحظون هنا شكله، خلي نشوف. خلينا نشوف هاي القطعة. طبعا الركبة مثل ما تلاحظوها هنا هذا شكلها، هذا شكلها هنا. تلاحظون انه هي تنطيك المواهب اللي موجودة عليها. اول شيء ينطيك 80% سرعة نبضة الجمر، النبضة الجامر، يعني ما اعرف التسمية مالتها بالعربي، لكن الجمر النبضة اللي تستخدمها حتى تكسر الدرونات مثلا، تكسر او تجمد كلاب الصيد الخاصة، الروبوتات، كل شيء. هاي النبضة اللي انت تستخدمها هنا ينطيك سرعة لهاي النبضة 80% تشارج سبيد، يعني لما تمسك ايدك وتبدي الحلقة تكبر. شايف لو كان تشارج سبيد مالتك بطيء فتلقى انه الحلقة تكبر لكن بشكل بطيء، بينما بهاي الحالة راح يكون عندك 80% سرعة إضافية لهذا الشارج، فتلقى الحلقة مباشرة، يعني أول ما تضغط إيدك ممكن تنفجر عندك النبضة. ممتازة جدا. عندك هنا لما تاخذ كفر من كفر الكفر راح تطلق أيضا نبضة تعطل الدرونات، تعطل الإلكترونات الخاصة بالعدو. أشوف الركبة يعني ممكن تكون مفيدة لو تستخدمها بالبوس الأخير بريزر باك بالريد، اعتقد راح يكون مفيد. راح نجربه اكيد لما تنزل بالنسخة الاساسية للعبة ونشوف تفاصيلها، وراح انزل بها فيديو كامل خاص بهاي القطعة واوضح لكم اياها بالتفصيل، لانه حاليا اكو هواية شغلات اريد اراويكم اياها بعد. بالنسبة للسكلات تلاحظون انه السكلات عندنا نفس السكلات، فقط المودات طريقة عملها وظهرها صارت أسهل وأوضح. هذا كان طبعا بالنسبة للتعديل، بالنسبة للماب والأسلحة وكل شيء. أعتقد أن اللعبة راح تكون أفضل أكيد، لأنه راح تقدر تحصل قطع لكل البلدات بكل مكان، يعني كل السلوتات تكون موجودة من هالقطع، يعني ما راح تحتاج إنه أنت تحير تختار قطعة لازم تكون يا إما ركبة يا إما جنطة يا إما، لأنه هذا البلد ما متوفر بيه غير هاي القطعة. لا، راح تكون كل القطع متوفرة من القفاز لحد الجنطة البيس، كل شيء راح يكون عندك متوفر تقدر تحصله، تقدر تبني البلد على مزاجك. هنا خلونا نجرب نشوف دور الأعداء اللي موجودين هنا. طبعا هذا البلد هو بلد الإلكترونيات. أتمنى هذا الفيديو يكون مفيد لكم شباب، وأخذتوا فكرة عن التحديث القادم والتغييرات اللي راح تجي. إن شاء الله أشوفكم فيديو قادم. تحياتي لكم.